بلشت بعاطفي حنية ووصية ميشو موصيلك قبل ما داه كمل وبين الوصية والعلقة شعوبك منين الحلقة مثل ما صار كاكين ممنوع سويت ليلك هيدا اللي من أول تقوله شعوبك عقوله وهيداك اللي ملعقة الخشب هزوله أشر البخار أرزي أخذت مكونات الطبخة وما عادت تتركن خلص بريز بس هالجعيون عم بلعب فيه هيك عم نلعب فيه بس عم بلعب ليه بيطلعوا كمان بعرات طبخيتي ونسوين بدل ما تشتغل بالأكل تشتغل شي مدام رجالة علتن بشتغل فيه وإذا الملقة مش عم بتكفيكي في شوبك حلقة خطط الطبخ بالخط العريض صار بدها الزميل مالك مكتب يحل الموضوع انا حتكون والمطبخ وراكم